رئيسنا المفدى لا يعرف نومه لا مخدة، مكسح شعبه الحكم متعبه، يحيى ولي في الرئيس ولي في الديمقراطي، لا يرضى بالانفلاتي، لا انتخبنا ولا تعبنا ولا سمعنا بمجلس تأسيس. سيدة القصر الأولانية سلسة سلسبيل، وهي في القرارات القصرية تخسر وتطول وتقيس. مولاتي سمعا وطاعة، عيني ديما في القاعة، شعبي حسنتي له أوضاع، لبستي له غالي ونفيس. يا برمقليين اطمئنوا، كونوا شعب في حسن ظنه، ريسنا شكون انضف منه، كلامه الكل صابون نظيف. يا ميع الكسوة شوتاتو، في تصوروا في كوات رواتو، يزيد يلبس مراياته من بيرو ويشوف الريف. منورنا بين الدول، شمسي ضوي حتى عالظل، البطال يزيدهم عطل، ما يحبش النيجاتيف، هو يدخلنا الامل ويشطح الوزرة بتبل، الراحة قبل العمل، جمهورية بوزيتي. الجمهورية البرمقية، برمقي وبرمقي وبرمقي وبرمقي، رئيس بالميدانية، ميداني وميدانيك يعلقي ويعلقي. يا برمقليين اطمئنوا. Bienvenue tous les Barmakliens. Bienvenue tous les Barmakliens. Après les résultats des élections du public Barmakliens, je félicite pour le réussissement tous les Barmakliens, le réussissement de ces élections. Qui était président sera toujours cadre démocratiquement intéressant. Après les élections, que monsieur le président, qui est juste là, le toujours, fera lui jour de ministre. Dis-lui. Mesdames et messieurs, merci pour les écoutes. C'est la fin de ce programme et à très bientôt. De notre chaîne Barmakli TV. Masha'Allah. شنو هو الحضور؟ شنو هو الصوت الجاوري؟ وشنو هو النطق راهو الارتيكيل؟ شفت كيفاش؟ كلام وقلوب خارجة من حقيقة. ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. بنت شكون هي؟ سيد الرئيس. تفضل. أنا موافقتك 100% يا سيد الرئيس، وهذه مرأة برمقلية تعمل 66 كيف، وأنا كتبت عليها سابقا قصيدة سميتها سنفوري، والقصيدة تقول بربي لا بربي لا يا مدام سيني، يظهر لي يلزمني نذكرك اللي احنا ملمومين اليوم من أجل التحوير الوزاري. باهي، وكتبت قصيدة أخرى اسمها جربوع. شنو هي الحالة هذه؟ شنو هي تو؟ معقول هذا؟ توما أهم معناها قصيدة جربوع والسنفور ولا التحويل الوزاري المرتقب اللي باش يقرر مصير البلاد والعباد؟ يعطيك الصحة سي المقراني، أنا نحب نثمن الوقفة الحازمة هذيا والضمير الكبير، ونحب نشكرك ونجدد لك شكري، لأنه حقيقة أنت شوكة في حلقة اللي حاول باش لذلك أنا قررت باش نردك رئيس حكومة وزير أول ورئيس نيابة خصوصية والناطق الرسمي باسم الوزارة. جاء سيد الرئيس هو وزير أول ورئيس حكومة ورئيس بلدية ولاهي بالعلاقات مع المواطن. أبو أنت تعلم فيه بشيء ذا؟ هذا شكون هو؟ تخدم عندي أنت؟ والله العظيم أنا غلط سيد الرئيس، ما حقنيش تكلمت، ما حقنيش حليت فمي. نحبكم تكونوا قد المسؤولية اللي أعطاها لكم الشعب، يلزمكم تخدموا الليل ونهار باش تحققوا الإنجازات وباش توصلوا للأهداف المناطة بعهودتكم. يا هزار يا قوم جيب الشفاف بقال بقال بقال. الله يبارك سيد الرئيس. باش نقوموا توا بتوزيع الحقائب الوزارية. بركة الله اليد البريئة سيد الرئيس، اليد البيضاء.
جمال. سيد وزير صب كل عام ودي عيوك هي سلام بابا يا سيدي مبروك عليك كل عام بخير. مبروك مبروك للتشكيلة الحكومية الجديدة. مبروك ركال ركال ركال. سكوتي بلا إني أنا أنطونيو حبيبي أين كنت؟ لقد اعتقدنا أنك مت. سأعلمك بكل شيء. كم كان هذا فظيعا، لكن لماذا لم تقل لي؟ أجل حبيبتي، ولكن هذا شيء كان أقوى مني وأطلب منك أن تسامحيني. ما الذي أقوى منك؟ ما هو؟ لقد كنت في أسباب الغابرة، لكن هذا كان شيء ضروري. لكن لماذا لم تخبرني بذلك؟ لماذا لم تقل لي أنك تعيش مع عائلتك وأنهم لا بأس عليهم؟ لماذا لم تخرج رحلي؟ قبل كل شيء إني أحبك وأحبك يحبك. أنا أيضا أحبك، لكنني لا أفهم شيئا. هل أنت مرتاحة؟ أجل، لكن لماذا لم تقل لي الحقيقة؟ لماذا ذهبت ولم تخبرني؟ دعي، هل لديك رداء؟ أجل، هناك. لكن ماذا يحصل؟ سنذهب إلى مكان نركش فيه. لكن لماذا؟ نبور أصبحت خطيرة. ماذا جرى لك؟ أخبرني. أخي بائس وتعيس. ماذا فعل لك؟ سأشرح لك بالفلاق، لكن أسمعني، ويجب أن تكوني صامتة شميخك. أنا ليس أنا، أنا ليس أنطونيو، أنا ماركس فيكاس. ماذا تقول؟ أنا ماركس فيكاس. ماركس حبيبي. بلا مسلسل عاطفي، نوار اللوز بلا ممثلة، أداء متاعها الحضور كتبت مثل تحصل الغصة وطلعت هي بيدها بعثت القناة. تبارك الله عليها. واليوم الصباح في مجلس الوزراء تفطنت فجأة اللي هي وزيرة الإعلام وقامت بالواجب متاعها كالقسم في الخلوة. تبارك بتشكون زعما سلسبيل شبيل يتكلم وحدي في الهواء. سلسبيل تسمع فيا ولا شكي حقرتني؟ ليه ما حقوش؟ معناها انت تعمل تحويل وزاري وما تعطيش الخويا شمس حتى جرد وزارة كي يتلافيها. هذه اسمها محقرانية. انا ما كانش في بالي اللي عندك اخوتك رجال. اكسكيوز فضلك معك. دي شمس بتاعك هذا ما عندوش حتى الجنسية البرمقلية. اما وزارة كيفاش ترى؟ اعطيني راس ترى. دي شموة مكتو تعملوا بند في الدستور خاص بي. شو تعملوا؟ بند. دولة تفرشاتها دولة مؤسسات. شنو كل واحد يجي يكركش لك بند؟ شنو كلام هذا؟ الدستور.
فاميلتي لي انا ما عنديش كلمه في الدار في القصر. بي 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 يزي تو يزي عاد يزي في البرك في البرك تو تو شوف كيفاش نخممونه نعطيه وزاره هكا يمشي بها اموره. تبدا وزاره خفيفه كيما وزاره الري مثلا وزاره السياحه. اه سياحه يا اخي احنا عندنا سياحه مش عندي وزاره سياحه. تتمغصص عليا وين نعرفه انا ذا شمس خوك عمري ما شفته ولا عمره زارنا ولا عمري التقيت بيه. شفتوا كان بعض مشاهد الفيديو في التور بتاعه فقط لا غير. شحب عطيني سوا شنو الوزارة تحب نعطيها له ترى؟ انا نحب وزارة مضخمة هكا فينو كيما وزارة الداخلية وزارة الدفاع وزارة الجيش تف 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 فما برشا دبابين 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 يلعب بهم شوية. هي باهي توا خلينا ناخذ نصيب من الراحة ربع ساعة أربع دراج توا كي نفيق تو نحسموا فيه الموضوع نهائيا داكوردو؟ يا لا 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 يا لا 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 روحي ما عنديش زر. يا خارجي يا خارجي قال ما مات معاك ما ترش بي يا خارجي يا ناري على عمري بو ساسي فيه توا يا مرحل قا 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 مش لازم نرتاح انا مكتوب علي الشقاء. انا على روحي انا على روحي انا على روحي انا على روحي ما عندي زهر. سلسبيل انا راجع البيروية مش نخدم مش لازم نرتاح. شفت مرايتي مرايتي وينهم مرايتي؟ ما قلكش اللي فوق عينيك ما قلكش ما قلكش. وين السيلوية؟ شفت السيلوية؟ حاشك بحاجة اني في بيروية. فردوس 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 عم سيد الرئيس شو هذا شبيك هكا انت؟ كنت في الكوجينة طايف الفطور. علاش سيادتك تخدم وزير الشؤون القصرية وإلا شايف كوجينة؟ سيد الرئيس المدام راهو ما كليت حتى شيء نهار كل قلت نطيب لها مرقة فردوس اللي تموت عليها وتحبها ياسر. شنو هذا؟ نمشي توا بصراحة حضر لي مجلس وزراء مضايق. مدام استنى قبل ما بعد ما حضر لها فطورها مسكينة ما كلات حتى شيء تلقاها من الصباح جيعانة. الله يبارك. امشي يا حفيظة اسمع بعد ما تكمل تحضر لها هي وتشخشخلها ما نجي جيب لي صحن لين. ها الله يبارك. سخن الخبز شو باهي الله يبارك. طيب هذا ما تعرف في الاوامر شكون يعطي الاوامر هنا؟ حد ما يحكم معي انا هوني حدكم ثم الكل اقف غادي شكون يحكم هوني؟ ها؟ مازلت امه حليب وبين سنيه اللي تحرم علي الحليب متاع شبيك تلال؟ مشي مع الوالد مركز الدم. علاش بابا عزيزي وين ماشينا؟ ليه معرض الموبيليا بالترقية. واحد وشبعين شارع السعادة البرمقلي. وشنو الحل؟ ياغورت بنة بنة على بنة لإزالة القشرة ويعمل نشاط حيوية بالطبيعة ويسهل الطبيعة فعدد البقع ويحتوي على فيتامين A B C D E وثالث ديوكسيد الكربون. ياغورت بنة أحلى ما فما. نعم سيد الرئيس فما مشكلة كبيرة وأنا هذاك بيدي شنية اللي قلت شنية المشكلة؟ شنية المشكلة سيد الرئيس؟ وسع
السر الداخلية مش عاجبني. والله العظيم اختفتها من فم. تو كنت مش نجبد لك عليه. وعلاش مش عاجبك وزير الداخلية سيد الرئيس؟ اللي تسمى هو لا عاد ثم لا إيقافات لا رفلوات لا ثم اعتقالات. يا أخي عاد سعنا مجرمين. لكن سيد الرئيس الراجل عنده ربع ساعة من اللي تعين وزير. يجيوك شوية ربع ساعة. ربع ساعة راه تنجم تقلب سفيها على عليها الدنيا كل نظام ينجم يطيح في ربع ساعة. في برشا ربع ساعة. في ربع ساعة تقتل عباد وتحيا عباد. سيد رئيس ما نجموش نحكموا على وزير وهو مازال ما قعدش على الكرسي. اي جستما بما انه مازال ما سخنش بقعتو انا ناوي نبدلو. عندك الحق سيد رئيس نبدلو. وزير الداخلية متاعي ماذا بيا ما يكونش من جمهورية البرمقلي مرة واحدة. ما يلزمش يكون عنده علاقات عاطفية مع الناس وما عندوش لا أقارب لا أهل لا ولد خالتي لا خويا لا ولد عمتي لا كذا. تعرفوني أنا نحب القانون ونحب الأمور تمشي رجله. سيد رئيس سامحني معناها قصدك موش من جمهورية البرمقلي؟ تعرف اللي المنصب هذايا حساس يلزم يكون برمقلي أصيل ونشوف وشوف معناها. يكون كسامبل يعطي وزير الداخلية شمس. شمس سبحان الله ونعم الأسامي. هاي الأسامي شمس هذا متاع منصب كبير متاع وزارة كما وزارة الداخلية مثلا. بارك الله فيك سيد الرئيس يعطيك الصحة والله العظيم يعطيك الصحة. إخي أنا يا فردوس مش قلت لك اجتماع مغلق؟ هاي سيد الرئيس أنا دخلت البيرو ما نعرفش كيفاش لقيت ورايا في البيرو. هيا أغرب عاد. والله العظيم توا كنتش نغرب كان ما قلتليش اغرب انتي راني غربت وحدي سيد الرئيس وبارك الله فيك من فوق. هك سبحان الله مش معقول. شوف الصدف العجيبة الغريبة لو الدنيا دائما حبلة بالمفاجآت. سبحان الله سبحان الله يا فردوس. نعم سيد الرئيس. أخو السيدة الأولى هنا اسمه شمس خلوخ وين وعمره ما جانا لهون وراجل راجل راجل سيد الرجال وشفاف شفاف شفاف لي ما عادش. لذلك أنا ماذا بيها تمشي لسكسابيل تحاول تخلعها تدور بها باش تقنع أخوها يتنازل يتواضع يشد لنا وزير الداخلية. الله يبارك الله يبارك سيد الرئيس. بسرعة 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 مقرني انت شبيك ساكت من قبيلها ما قلتليش شنو رايك. مشاهدينا الكرام تحيه طيبه ومرحبا بكم. نقدم لكم نشره الاخبار. بتكليف من الرئيس وليف البرمقلي تنعقد اليوم جلسه خارقه للعاده والتي سيتم على اثرها تقديم السيد شمس في مهامه الاولى كوزير داخليه. وعلى إثر هذا الحدث أعرب مناضلو البرمقلي عن مساندتهم لهذا القرار الوجيه بتعيين السيد شمس في هذا المنصب وذلك عبر توجيه ترقية شكر وامتنان وتقدير سيادة الرئيس السيد وليف البرمقلي من جهود جبارة من هذه البلاد من أجل هذه البلاد الشامخة. كما عبرت في هذه البرقية عن ثقتهم العمياء فيما سيتخذه لاحقا وزيرنا الشامخ المناظر من قرارات سديدة ووجيهة. ستمكن جمهورية البرمقلي من مواجهة كل التحديات وتعميم الفكر الإصلاحي والقيم النبيلة لهذا الشعب المبارك وتعميق مجالات الحوار والوفاق عبر مشاركة كل الأفراد والأجيال. نشكركم على المتابعة والانتباه وإلى اللقاء. إلى اللقاء. كيف هو ذلك شفهم أخبارة؟ كيف هو ما تحبون؟ حروبات مش ما فيكم إحنا الحروبات؟ أوكي مرسي عايش سأشرح لك كل شيء. كمل سنة كمل 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 راك أنطوني كمل كمل هاي مرسي هاي استلك ليها ما زالت نخرة هذا لكن هذا أخي بائس. أكسل ماذا يجري؟ لدي أخي بائس تعيس. ماذا يريد أخاك؟ أن أريد أن أقول لك حاجة وغزري لي في أعيني
أنا ليس راكيل، أنا ليس أنطوني. سمحت 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 سمحني سمح يا هاي. أنا ليس أنطونيو. ماذا يجري؟ لا امشي سامحني. ماذا يجري؟ صارحني. أولا لدي أخي بائس وتعيس. ماذا فعل لك؟ أنطونيو راكيل. اسمه إيش؟ اسمه آخر مرة آخر مرة. اسمعي انا ليس انطونيو، انا ماركس فيكاس. ماذا تقول؟ انا ماركس فيكاس. وتسمية السيد شمس كمنصب اول وزير داخلية. سامحوني نعاود. سامحني بيه.